ولكن إلى اليوم مظلوم هذا الرجل، حتى من أتباعه، كثير من أتباعه إلى اليوم لم يقف على حقيقة الجريمة التي ارتكبت في حقه، أنه قتل قتلا سم كما سم رسول الله صلى الله عليه وآله. جاءوا إليه في بعدما أصيب بهذه السكتة التي كان على وشك أن يفيق منها، يعني هي جلطة وبدأت تتحسن حالته في المشفى في المستشفى. جاءت لجنة على أساس طبية من طهران مبعوثة، وبدعواهم أنه هذا من شو اسمه دفتر مكتب القائد، وأنه إحنا مكلفين بمراعاته وكذا، وعزلوا الطاقم الطبي اللي كان يشرف عليه وزرقوا له إبرة، وسئلوا أنه ما موضوع هذه الإبرة، قالوا أنه هذه يعني إيه لتخفيف الحالة وما أشبه، وخلص ثاني يوم أصلا مو ثاني يوم، ساعات ما مرت والرجل انتقل إلى باري. إلى الآن كثيرين لا يعرفون هذه الحقيقة، كثير من هذه الأمة لا يعرف مظلومية هذا الرجل، ما الذي حل به بعد قتله بعد موته، كيف اختطفوا جنازته ودفنوها غصبا خلافا لوصيته. كيف إلى الآن لا يتمكن أحد من أن يصل إلى قبره الذي جعلوه موطئا للأقدام تحت السجاد؟ فكيت مصابه فاليوم يبكيك الذي